الرحمن الرحيم. نقف مع بقية الشباب من الدول العربية، منهم من البحرين ومن العراق ومن لبنان، وترفع صوتها أمام مجلس الوزراء البريطاني وعلى رأسه كاميرون ليسمع صوت ممثلي هذه الأمة للدفاع عن حركة تحرير البحرين من الظالمين الذين أتوا بجيوش السعودية وخمدت وتحاول أن تخمد هذه الثورة العريقة، الثورة التي تحمل رسالة الإسلام ورسالة العروبة ورسالة العدل والدفاع عن كل مظلوم والتمسك بما راده الله على الأرض وعلى الكون، أن يكون العدل هو سيد المواقف على وجه الأرض. إننا نشيد بالمواقف التي نشاهدها لشعبنا العربي الأبي في البحرين، هذه الوقفات التي صالت وجالت على مدى الشهور والأيام بلا كلل ولا ملل، تدافع عن حقهم المظلوم ضد هؤلاء الظلمة الذين يجاهدون في سبيل إخماد الصوت الحق. إننا نقف هنا لدعم هذا الشعب والاستمرار بدعمه حتى ينال تحريره من أيدي الظالمين، وندعو الله أن يحرر القيادة البحرانية من الشيوخ والعلماء الذين اضطهدوا وحوربوا وعوقبوا ووضعوا في السجون تحت معاملة سيئة لا إنسانية. نسأل الله أن يفرج عن هذه الأمة هذه الغمة، وينتصر العدل، وينتصر الشعب العربي المسلم، وتنتصر كل حركات العالم الإسلامي والعربي المدافعة عن الحق والحرية والعدالة والمساواة. ونسأل الله النصر القريب بعونه تعالى. Stop supporting terrorists! Stop supporting terrorists! Hamad, no! He's a killer! He must go! People, yes! Hamad, no! He's a killer! He must go! People, yes! Hamad, no! He's a killer! He must go! Free Bahrain! Down, down, dictators! Down, down,